نبدأ الظهيرة بتقرير عن أعياد الربيع، وما ننسى نهني الأكراد العراق بأعياد نوروز إن شاء الله كل عيد وهم بخير وبأمان. وأيضا بمناسبة أعياد الربيع تنطلق كل العوائل العراقية إلى الأماكن أو أكثرها إلى الأماكن العامة والمتنزهات لقضاء وقت سعيد. اللمة العائلية هو ما يزين هذه النزهات والاحتفالات بعيد الربيع في مدينة البصرة. زميلنا عمار السعد تجول بين العوائل هناك وقضى وقت سعيد وعاد لنا بتقرير جميل. وما يميز هناك الكثير ما يميز هذه الطقوس يعني عيد الربيع في البصرة اللي يسمونها الكسلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أعزائي المشاهدين، ضمن فقرة لمة عراقية وجولتنا اليوم راح تكون مع مجموعة من العوائل العراقية المحتفلين بأعياد الربيع. الربيع بالبصرة شيء حلو جميل ما يختلف إن شاء الله عن باقي محافظاتنا العراقية. ابقوا ويانا في هذه الجولة ونقول للجميع الدنيا ربيع. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلني على كل المواضيع. قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه ده. الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع، قفلني على كل المواضيع. قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ضمن جولتنا اليوم في أعياد الربيع. ما شاء الله كل عوائلنا العراقية اليوم جاية ومغيرة جو، والدجاج هو صديق المائدة وصديق العائلة اليوم. عائلة بيت أبو رضوان استقبلونا، بس استقبلونا بالدقيقة 91 يعني مخلصين تقريبا بالنهاية. يعني هاي زلاطات راح نقش بيها احنا. كل عام وانتم بخير. ايامكم سعيدة وان شاء الله ربيع يعود علينا يكون بعيد عن المشاكل، ولو البصرة امنة ان شاء الله. ربيع سلام ان شاء الله، ان شاء الله حد وئام على الجميع ان شاء الله، جميع العراقيين. منو اللي قرر اليوم يطلع؟ القرار منه ابو رضوان سواه؟ والله القرار النسوان سوته. النسوان طبعا الزلم بس تكت. النسوان هن اللي يسوون طلايب. احنا ما نقول طلابه ان شاء الله، بالعكس هي احلى فرصه. ام رضوان، بما انك انت اليوم الماستر مالت المائده كلها، قولي لي شلون تحضرتي وشلون رتبتي وشلون قعدتي من الصبح؟ اكيد والله قاعده من وقت ثاني، يعني تقريبا من الساعه 7 قعدت ان شاء الله. يعني من البحر قررنا انا وابو رضوان والعائله انه نطلع. فبعد رتبت بديت اطبخ من الصبح والحمد لله. من اللي اقترح الاطباق؟ والله انا. سويتي دولمه اليوم؟ والله طبخنا دولمه وطبخنا برياني. نعم. وشويه دجاج وتمن باقي الليل. عافيه اهم شيء. اي وسلطات. اوكي احنا نقول احنا طبعا دائما ما ندور على لمه عراقيه، وخاصة المغترب خارج البلد يتحسر على هذه اللمة. اليوم عائلة أبو رضوان عندهم أحلى لمة. أبو رضوان سولف لي من يا منطقة ومنهم أفراد، عرفني عليهم. أنا أعرفهم رضوان وأبو رضوان بس. والله زوجتي وردة. إيه. تعظيم سلام. طا طا طارا طارا را. هاي بعد. والدتي. ورد نعم. نعم. شو لسنا أمك؟ لا لا. زوجتي. مو أنت بديت اللقاء وياها. وردة. حجية مرحبا. كل عام وانت بخير. الله يسلمك. يطش الصحة والعافية. الله يسلمك. بعيد عن دسومات، ها ماكو دسومات؟ والله دق الدومر. لا الله يستر الله يستر. اوكي بعد. اختي ام علي. وردة ام علي مرحبا. ام علي، ام علي شلون صحة؟ شو تشتغلين ام علي؟ انت موظفة؟ موظفة. وين موظفة؟ دائرة النفط. دائرة النفط، امورك زينة، تحية. طاطا طارا طاطا طا. بعد؟ والله انا موظف شركة اهلية. ها موظف شركة اهلية. الاخ؟ أنا وبها يعني ابن عمي وصديقي وأقارب يعني أم بها. أنتم ما شاء الله أرشق ناس. أم بها وبها. والأخت حجي أم فراس. وردة أصدقاء. اليوم أنتم اللي يطلع من أجواء البيت هم يغير جو. شلون الربيع اليوم بالبصرة؟ يعني رأيكم اليوم هل هو ربيع ربيع؟ لو البصرة حارة مو مال ربيع. والله اليوم الجو شرجي اليوم. اي شرجي. ايه بس بوجودكم اليوم بين عرقان. بوجودها شمال راح يصير. اوكي جو حلو الحمد لله. ابو بها قبل لا تحكي انت، انا اسف المقاطعة، خلي نبين للي يشوفونا بالتلفزيون الكسلة
شو معنى الكسله ومنين اجت خاصه البصل يمتازون بيه بالكسله قبل؟ هذا المهم وفره من الطين. ها مستوردين. لا بس اللي سامعه على الكسله يعني. بس استوضح من حضرتك عن شو مفهومك عن الكسله او شنو تقصد؟ يعني الكسله كلمه كسله منين جاي؟ هل هي سفره؟ هل الكسلة هي موسم الربيع يقصدون به؟ هل هي يقولون وقت تعطيل مندائية؟ أعتقد كانوا المندائيين من يعيدون يسوون كسلة صحيح؟ صراحة إحنا ببغداد ما متوارد من الكلمة هذه بعد ما يقولون كسلة. كرصة. عافية. كرصة إنه يعني ما يطلعوا من البيت. ما يطلعوا من البيت. أوكي. نعم. أنا جيراننا أكثرهم صابية. صابية. وعايدناهم بالعيد مالتهم هاي الأربع أيام اللي فاتت. ها. عافية. حلو. هم كان عندهم طبعاً بالعادة يقولوا كل عام وأنتم بخير أيضاً. من الشغل والكسلة من الأعمال البيت. كسلة من هاي يعني الجهد. إيه طلعين يعني سفرات شوية تنفيه ويا الجو خاصة هالسنة الربيع يخبر يعني ولا أوكي. إحنا نقول يعني كسلة مباركة إن شاء الله. شو تقولوا؟ وإن شاء الله عيد ربيع وإن شاء الله بعد هذه الوجبة رأيكم شاي على من طيحون الدسومات اللي سببها منه أم رضوان الذي سبب دائما بمن بالأكل الدسم. لا بس مبها ما مقصرة يعني مبها طبخ طبخ جيد. بس هم دجاج ظلمناها. لا مبها شو طبختي برا اليوم؟ والله أنا تمن ودجاج شويتين من باقي لي أم رضوان يعني إحنا اتفقنا ما يصير نوعين. يعني فكل واحدة نوع. حتى بالسفرة ترى إحنا قبل بالمدرسة من نقعد على سفرة واحدة من نجي بالجامعة أو بالمدرسة كل واحد يجيب جدرة فصرت كوكتيل هي. بس بس عن غدا ب 11 بالمدرسه صحيح ونجوع حنوب. هو هذا انا قصدي قبل شوي اقوله يعني هي المحبه هي اللمه والمحبه هي هل تطغي على السفرات يعني اي صح بحيث يعني هو شنو الاكل ما شاء الله احنا مثلا في بيوتنا تمام الجمعه والمحبه واللقاء الحلو هذا طبعا وهالجو الحلو على قولتك البصره من شرجي لكن احنا مثلا حسبي ليش يعني وجودكم وجود الأحباب متعودين على الشرجي والله من غير التعويد يعني هو ما طول أكل أمة وحلوة كيف صار الشمال شوية ترى والمي بيبرون طبعاً ها من جيدتك شملت إن شاء الله إحنا نقول يا بكل عام وتبكر مرة ثانية وبالعافية عليكم وإن شاء الله يوم نجي سنة جاية نلقى نفس اللمة لا وزايدة همين يا الله في مال أخوان شكراً جزيلاً ضمن جولتنا بأعياد الربيع مستمرين ويانا عوائل هواي اليوم ما شاء الله السلام عليكم شلون صحة الأحوال طبعا بالمناسبة أحلى شيء بالطلعة اليوم هي الدولمة شلون صحة أمين أم أرشد وردة أم أرشد وأنت عفوا أرشد أنت وأنت شكي سارة بنت أم أرشد دان ها جوارينهم شنو مرحبا شلون صحة يا بكلهم يستحون يضحكون يخجلون بس مو مشكله احنا هلكم ان شاء الله اليوم ربيع حجيه مرحبا حجيه اهلا وسهلا شلون صحه كل عام وانت بخير اشكرك حجيه تذكرين قبل الكسله كان العالم تطلع بالبصره احكي لي برا شوي ايش تذكرين برا قبل تطلع العالم على شارع كورنيش عافيه وتقعد وتسوي شموع عافيه وهاي نسوي تروح ويتغدون نفس الشيء اليوم الله يعطيك الصحه والعافيه والعمر وشهدتي ايضا وقتنا هذا وطلعتي كسله وياهم الكسله يقول انه هي مناسبه كانت يعني شلون الكلمه جايه اعتقد صابئيه مندائيه تعني هي الجوله او النزهه لربما ما اعرف بس ما متاكد معناتها البصراويين بعد شي يمتازون بهاي الاوقات يعني تونسون الاجواء اختلفت هسه حجيه ها الاجواء اختلفت مو مثل قبل اوكي خلينا نشوف والله جماعه شو طابخين لنا ام رفت اليوم بما انه احنا يوم يعني غدا فانت الدولمة ما مسويها انت مو دول ما انا مسويتها نعم اوكي وهذه من السوق جبتوها هذا لا احنا مسويها ها صاج ما شاء الله والله خلاك لي وحده خلينا نشوفها لا والله طيب يخبل رفت شلونك حبيبي ارشد شو ارشد 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 اليوم انت جبتهم اليوم من هنا اكيد شنو منو اتخذ قرار بانه تجون انتم او تغيرون جو اليوم والله الوالده والبنات حبوا يجون يعني يغيرون جو اليوم يطلعون ايه زين ف ما يعني ماكو مشكله عادي عافية عليك غير جو عافية عليك غير جو خاصه اذا اكو واحد بالعائله فعال ويمشي على خصه مال البنات يطلعن معكم يكون هذا عنصر فعال ان شاء الله اكيد ان شاء الله طبعا ورده نغير جو يعني تغيير جو لا اكثر ولا شلون لقيتوا البصره اليوم بعيد الربيع يعني الحمد لله والشكر اعياد حلوه وان شاء الله يا رب دوم مستمره إن شاء الله احنا نقول يا باب العافيه عليكم الغدو راح اخذ هاي من عندكم انا عادي مو تفضلوا يعني لا شكرا جزيلا تفضلوا يعني لا شكرا جزيلا شوف عوائل اخرى ان شاء الله لازم تاكل لي وحده هسه بنخلص بس مو قدام العالم اوكي شكرا جزيلا لكم ونقول كل عام وانتم بخير وتبارك بخير الله يعودها عليك ان شاء الله كل سنه والجميع ان شاء الله شكرا جزيلا لكم الشكر الناس
كشف بقى ورور خضر بقى لعبي ومتحور الشجر الناشف بقى ورور خضر بقى لعبي ومتحور واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر طبعا احنا ما شاء الله ما نقدر نعرف عائله اذا ما نروح الى عائله اخرى بس هنا مو عائله فقط هنا عائله واخوان وزملاء مجموعه معلمين ومدرسين في احد المعاهد اي معهد عفوا معهد العمران معهد العمران التدريسي هنا موجودين اليوم طالعين كسله كسله وكشته احشون زين كسله وكشته طالعين فنقول كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده وان شاء الله ربيع دائم اوكي انتم بس مرحبا اختي اهلا شلون صحه شرحي لي مدرسين معلمين زملاء وشلون التميتوا احنا انا بالنسبه لي مدرسه درينا مدرسه هنا انا معلمه هنا انا سكرتيره معهد العمران عافيه والاخوات الاخوات طالبات ايوه هنا انا الاستاذ مدرس الحاسوب عافيه وهنا انا الاستاذ السكرتير ودرس مناهج محادثه عافيه والبنات طالبات ها يعني انتم اتفقتوا اليوم منو صاحب الفكره الاستاذ هنا استاذ اسمك عبد الهادي العمران ما شاء الله انت الملاك طلعت ورده يعني انتم اتفقتوا على انه تطلعون يوم الربيع اوكي هاي اول مره لو قبلها بسنه سويتوا هذا الشيء لا قبلها بشهر احنا جايين هنا ها ما شاء الله والعام همين يعني انا من اشتغلت بالمعهد كل سفره كل سفره ما كنت راسي لا ان شاء الله خير مرحبا اختي العزيزه شلون الصحه انت اكثر وحده مستحيل ذاك قبل جيت لك اليوم طبختوا لو سوقتوا لو شو سويتوا؟ لا والله سوق الاستاذ جاب لنا اياه. ها اوكي يعني انتم مو قصدك البنات سوون فد وجبه معينه ولو لو جمعتوا بيناتكم؟ لا جمعنا بيناتنا. جمعتوا بيناتكم، ايش تحبين تاكلين اليوم؟ كيف ما يفهم. انت ايش تحبين تاكلين؟ دجاج؟ عادي. اوكي دجاج ضمونها دجاج، ضمونها دجاج. مرحبا. شلون الصحه؟ كل عام وانتم بخير. عيد سعيد نقول، يوم عيد الربيع عندنا يوز والدي. قبل رايحه سفره بالربيع ويا الاهل؟ ويا من رحتوا؟ ويا الوالده والاهل كلهم العمام والخوال. انت صغيره ولا كبيره همين؟ لا من صغيره لحد ما كبرنا. ورده، ايش خذيتوا؟ والله تذكرين ايش تغديتوا بها؟ دائما كنا نسوي دولمه. عافيه. لا اروح للسيبه نسوي الشوي. عافيه. السيبه اليوم ما شاء الله هم مزدحمه. اي اكيد. اي عافيه يسوون السمه الشوي ويقعدون العوائل، بس احنا عاد خذينا مكان قريب وجينا هنا. احسن. احنا الاستاذ مرحبا. شلون الصحه؟ المصاريف عليكم انتم العازمين اليوم. طبعا احنا الفكره فكره الاستاذ واحنا طلعنا جروب المعهد العمران. عافيه. وسوقنا يعني سوينا جروب بيناتنا وسوقنا. اوكي احلى شيء الجمعه واللمه. شنو اليوم جبت لهم والله استاذ؟ والله جبنا لهم ما تمنوا من اكل. ماذا تمنوا؟ تمنوا الدجاج وتمن ولحم وبيبسي. هذا اللي اسمع ما تمنوا على اساس جايب كل شيء جايب هو دجاج ولحم جايب. يستاهلون يستاهلون. طبعا معهد العمران وطلاب معهد العمران على الراس ان شاء الله. ان شاء الله احنا نقول كل عام وانتم بخير وان شاء الله تنعاد عليكم بالخير والبركه. ونلقى عددكم زايد السنة الجاية. شو تقولون؟ قولوا كل عام وانتم بخير كلكم سوا. وردة قوة قوة قوة. يلا اوكي شكرا جزيلا شكرا جزيلا. الدنيا ربيعة والجو بديع قفلني على كل المواضيع قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه ده الدنيا ربيعة.